السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نشارك معكم واحد كيفاش تصاوب واحد الاله او واحد الاداه باش تقطع الاوراق بحال هذه. يلا نبدا على بركه الله وبسم الله، تابعوا معي جيدا. نبدأ على بركة الله. إذن أول شيء سنحتاج إليه في هذه الأداة، سنحتاج إلى سكين. كما تلاحظون هذا سكين، يعني يمكن أن تجده في المطبخ، سكين قديم. ثم القطعة الثانية التي سنحتاج إليها هي يعني قطعة إما تكون من الخشب. هنا أنا استعملت يعني قطعة من الألمنيوم، يمكن أن تجد هذه القطعة. وهنا مسطرة، هذه الأداة يعني كنت صنعتها منذ مدة، أنا فقط أشارك معكم التجربة لمن أراد أن يستفيد منها. إذن هذه مسطرة يعني ترسات للأسف، فهذه قطعة من إما هذه من الألمنيوم، قلنا تستعمل أنت قطعة من الخشب أو غير ذلك. ثم هنا سنحتاج يعني قطعة أخرى من الحديد، هنا تلاحظون قطعة من الحديد تكون بهذا الشكل، يعني تكون يعني لها يعني لها زاوية من الأفضل أن تكون جيدة مستوية من هذا المكان. بعد ذلك سنقوم بإحداث ثقب في هذه القطعة الحديدية، وهنا أيضا سنقوم بإحداث ثقب في السكين باستعمال طبيعة الحال أداة المثقاب. إذا ما عندكش راه ممكن تمشي عند شي معلم يثقب لك، قم بثقب هذا السكين وكذلك هذه الحديدة. وهنا بطبيعة الحال نحتاج إلى برغي، نحتاج إلى برغي لكي نقوم بتثبيت القطعة. وهنا من الأفضل يعني أثناء يعني ندير واحد الرسور هنا في هذا المكان حتى يعني يحافظ على هذه الحديدة. بعد ذلك ستلاحظون يعني هنا عندما نقوم بتركها فتكون واحد الفجوة. لكي نحل هذا المشكل يعني قمت بإحضار مغناطيس، هذا المغناطيس نجده في الأقراص الصلبة القديمة، الديسك دور قديم، فهو يتميز يعني في واحد العيار اللي هو قوي. فإذا حطيناه هنا ستلاحظون أنه سيقوم بيجمع لنا هذه وهكذا. لأن نقوم بتجربة بسيطة لكي نرى فعالية هذه الأداة. إذن هذه ورقة تلاحظون، إذن فهي تلاحظون هي تقطع بفعالية بشكل جيد. يمكن أن تقطع حتى مجموعة من الأوراق. أن تلاحظون هذه هي الأداة، فهي صنع محلي. هذا بطبيعة الحال إذا أردت أن تبتكر وتختبر، وهي بطبيعة الحال إذا بغيتي تشريها فهي راك تباع بشكل جيد. المهم هذه هي الأداة الشخصية التي كنت صنعتها وأعمل بها في تقطيع بعض الأوراق التي أنا يعني أريد فعل ذلك. على العموم كانت هذه تجربة، أتمنى تكون عجبتكم الفكرة، واللي محتاجها يطبقها.